مرحبا، الله يسعد أوقاتكم جميعا. وصفتنا لليوم وصفة علاجية بامتياز. رح نعمل مع بعض مضاد حيوي لكل الفيروسات، وإن شاء الله إنه آمن وفعال. أنا أخذت الوصفة من طبيب أعشاب من أكثر من 15 سنة وعملتها أكثر من مرة. الحمد لله الوصفة فيها مواد طبيعية. تابعوني لنهاية الفيديو لحتى أحكي لكم من شو بتتكون وكيف بتنعمل عند الضرورة. الوصفة بتحتوي على القريص والزنجبيل وخل التفاح والعسل. طبعا القريص اللي ما بيعرفوه عشبة برية ذات أشواك، بتحتوي على بروتين فيتامين، فيها سيليكا، تستخدم للأكزيما، تساقط الشعر، للمفاصل، للعظام، للي بيعانوا من حساسية خاصة حساسية الربيع، واللي معهم ضيق في التنفس، برضو لقرحة المعدة، أيضا تستخدم لوقف الإسهال. بس في ملاحظة هون إنه أصحاب الضغط المنخفض ممنوعين من استخدامها. زنجبيل مفيد لمرضى السكري، للقولون، للسرطان، صداع، الزكام، للجهاز الهضمي، كمان للمفاصل والعظام، وبرضو لصحة القلب والشرايين. بالنسبة للخل أو خل التفاح، طبعا يفضل المصنوع في البيت من مواد طبيعية. من فوائده أنه بعالج الفطريات وبقلل مستوى السكر والكوليسترول في الدم، أيضا بقتل البكتيريا ويساعد في فقدان الوزن. الأشخاص اللي معهم سكري هون يأخذوا بحذر. وهلا خلينا نحضر معكم الوصفة سوا. هون في عندي 100 غرام من القراص، شايفين؟ أنا عندي ناشف، يعني لو كان عندكم طازة برضو بكون أحسن. في عندي هون ربع كوب من خل التفاح طبيعي مصنوع في البيت. هون عندي لتر من المي، ورح أحتاج 150 غرام من الزنجبيل، وعندي نص كيلو من العسل. هلا كله أنا موزنيته، بس بدي أوزن الزنجبيل. هون بدي أعملها 150، هاي 150 غرام من الزنجبيل. بالبداية رح أبشر الزنجبيل، رح نبشره على هاي الفتحة. هلا هون رح أضيف لتر المي، ورح أضيف القريص، وكمان رح نضيف الزنجبيل اللي بشرناه. هاي المكونات كلها راح أغطيها وراح أغليها على الغاز نص ساعة. هلا لبينما يغلي معنا القريص، أنا راح أنزل العسل، راح أغليه وأشيل الرغوة اللي بتطلع منه. هلا هون شايفين بلش يغلي، هلا بس هيك رح احركه شوي واغطيه واعير له نص ساعة.
هلا شايفين هي بلشت الرغوة تطلع، فبس شوي نستنى عليها لحتى تتجمع بعدين أشيلها. كل ما تتجمع الرغوة شايفين رح نشيلها إحنا. صراحة ما بعرف إيش الفائدة منها، هو ذكرها الطبيب اللي عطى الوصفة، بس أنا صراحة ناسي ليش. كان كل وصفاته اللي يعني بدخل فيها العسل لازم يغلي العسل ويشيل الرغوة، فاللي بيعرف المعلومة هاي يفيدنا فيها. هلا هون بعد ما خلصنا رح أصفي المحلول. شايفين كمية السائل؟ يعني تقريبا نصها صارت، فأنا هخليه يكمل يصفي بدنا اياه يفطر، بس يفطر رح نضيف له العسل والخل. لهيك بعد ما صار فاتر خلاص هاي ما رح نستعملها، رح نتخلص منها. في هاي المرحلة رح اضيف عليه الخل وراح أضيف كمان العسل. شايفين العسل يعني كأنه يعني لزوجته خفت، يمكن عشان شلنا الرغوة. هلا راح ارجعهم على النار، بس راح اغليهم غليوتين لبينما يدوب معي العسل تماما. راح نغليهم وهم مكشفين ما راح نغطيهم. بعد ما يبرد معانا الشراب راح نحفظه في زجاجة نظيفة ومعقمة، راح نحفظه بالثلاجة. الجرعة الموصى بها هي ما يعادل يعني تقريبا نصف فنجان من القهوة صباحا ونصف فنجان مساء أو يعني قبل النوم. زي ما حكيت لكم يعني ما في منه ضرر إن شاء الله، كل أفراد العيلة بإمكانهم يشربوا، وعافانا الله وإياكم جميعا من كل الأمراض. بالنسبة لطعمه، طعمه حامض على حلو، في لذعة بسيطة، يعني في النهاية فينا نحكي إنه طعمه مقبول. بتمنى لكم الصحة والعافية جميعا. إن شاء الله يكون الفيديو سهل ومفيد للجميع. بشكركم على حسن المشاهدة وعلى متابعتكم دائما إلنا وتشجيعكم للقناة. أستودعكم الله، تصبحوا على خير.